توفي عمرو نجل الفنانة ولاء فريد أول أمس الاثنين 7 سبتمبر 2020، وحرص الفنان سامي مغاوري على تقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى. وكتب سامي مغاوري عبر حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك: خالص عزائي لأختي الفنانة ولاء فريد وزوجها السيناريست محمد الحموي في وفاة نجلهما عمرو. اللهم ارحمه واغفر له وانزل على قلوبهم الصبر والسكينة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي ولاء فريد، ممثلة معروفة كان ليها أعمال كتير. ده سامي مغاوري اللي كتب ونشر النعي لابن ولاء فريد الله يرحمه. شاركت الفنانة ولاء فريد في عدة أعمال مسرحية، منها هي في حياة الرسول، عالم أقزام، ووهك العشق. كما قدمت ولاء مسلسلات عزيز على القلب، أحلامك أوامر، أسلحة دمار شامل، بنت أفندينا، وعلي بابا مصر، وغيرهم الكثير. هنا مع ممدوح عبد العليم الله يرحمه، وهنشوف صور تانية ليها وهي في شبابها، وهنشوف برضو نبذة صغيرة عن الفنانة ستونة اللي هي رحلت أيضا أمس الله يرحمها، وكيف نعاها محمد هنيدي. نشر محمد هنيدي اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 الصورة الجميلة دي لي مع ستونة اللي رحلت اليوم، وكتب عليها: ربنا يرحمك يا ستونة يا رب، البقاء لله. وطبعا في ردود كتيرة، لكن منها سفيرة السلام كتبت ردا على محمد هنيدي: خلصوا البروفات عشان اعمل لكم شاي باللبن. دي كانت كلماتها لما نروح بيتها في ارض اللواء بنعمل بروفات قبل اي حفلة. رحلت اجمل شوكولاتة في الدنيا، رحلت فاطمة الشهيرة بستونة، رحلت فنانة بمعنى الكلمة، رحلت من أخلصت لفنها حتى النهاية. الله يرحمك يا ستونة. برضو من المعلومات عنها إن هي نالت إعجاب ودعم الرئيس الراحل جعفر نميري، وأطلق عليها على سبيل المداعبة لقب مجروس الأغنية، تشبيها بإحدى ماركات سيارات النقل التقيلة، ليصبح اسمها فيما بعد ستونة المجروس. أعلن الفنان المسرحي حربي الطائرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة، والتي شاركت في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدي قبل 20 سنة، حيث كتب الطائر: البقاء لله. الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربي، إنا لله وإنا إليه لراجعون، الفاتحة والدعاء أمانة. ونشر الصورة ديت ليها الله يرحمها، والبوست ده هو من حوالي 5 ساعات اليوم 8/9/2020، ودي صور ليها توفيت عن عمر 58 سنة الله يرحمها. ستونة هي ممثلة ومطربة سودانية من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية الفنون الجميلة قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، ثم ظهرت ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدي، وغنت فيه أغنيتها الشهيرة شيكولاتة. بعدها شاركت مع النجم عادل إمام في فيلم هلو أمريكا عام 2000. وهنا
مشهدها وهي بتغني شوكولاتة مع محمد هنيدي، أكيد كلنا فاكرين المشهد الجميل ده. هنا مع مي كساب، وهنا مع إسعاد يونس صاحبة السعادة. وتزوجت ستونة التي تقيم بالقاهرة في عام 2018 بعدما أعلن زوجها كامل الخبر على الفيسبوك وعلق وقتها: تم عقد قراني وسط الأهل والأحباب بقاهرة المعز، زواج الميمون على الفنانة ستونة. ونالت ستونة وزوجها التهنئة ساعتها من أصدقائهما ومن مرتادي التواصل الاجتماعي، ودي صورة ليها مع زوجها كامل الله يرحمه. وهنشوف ايه اللي جابها مصر اصلا، حاجة غريبة. ستونة ممثلة ومطربة سودانية من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، ودرست بجامعة العلوم والتكنولوجيا كلية الفنون الجميلة قسم رسم وتصوير. ستونة انتقلت للعيش في القاهرة بسبب الغيرة من النجوم، وتقول في تصريحات تلفزيونية لها: جئت مصر بسبب الغيرة، لأني منذ طفولتي أجد فنانين من لبنان والخليج يأتون لمصر وينتشروا ويصنعوا اسما لهم، فقلت إننا كسودانيين أولى بهذا. سابقا كانت مصر والسودان دولة واحدة، فذهبت لوالدتي وقلت لها إني أمثل وأرقص وأغني وسأذهب إلى مصر، وبالفعل جيت مصر. وتتحدث عن بداياتها في السودان قائلة في حوار سابق نشره موقع سبوتنيك: بدأت الغناء منذ طفولتي في إحدى مدارس الخرطوم في السودان، كما أنني كنت مذيعة أيضا في المدرسة، وكانوا يطلقون علي بنت الإذاعة، ولو لم أعمل بالغناء بكل تأكيد كنت سأتجه للعمل كمذيعة. وإليكم نبذة عن جنازة الفنانة القديرة عايدة كامل التي رحلت أمس، ومن زوجها الفنان القدير، وفيديو ولقطات من جنازتها. أكد الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن عزاء والدته الفنانة القديرة الراحلة عايدة كامل، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، سيقتصر على مدافن الأسرة ب 6 أكتوبر بطريق الواحات. وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل قد أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أي مقدمات، طالبة ممن يحمل لها ذرة من